لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في هذه الحلقة الأولى إن شاء الله من مايكروسوفت تيمز سوف نتعلم بعض الوظائف أو الخصائص التي تسهل علينا العمل داخل هذا البرنامج. إذن للولوج إلى هذا البرنامج نقوم بكتابة مايكروسوفت تيمز على محرك البحث جوجل، ثم نضغط على كونكتي، ثم يطلب منا إدخال رقم الحساب، اسم المستخدم ورقم السري. ندخل نفس معلومات مسار، يعني الاسم والنسب @تعليم.ma، ثم نفس كود مسار. بعد ذلك نجد هذه الصفحة بعد الدخول. نجد هذه الصفحة، قمت أنا بتحويله إلى اللغة العربية. قمت بتحويل اللغة العربية. إذن بعد ذلك نجد هذه الصفحة الرئيسية، سوف نتعرف على محتوياتها. هنا عندنا على اليمين نشاط، يعني جميع الأنشطة التي وقعت داخل المجموعة التي أنا فيها أو الفريق الذي أنا فيه، سواء كان هناك تراسل بالرسائل أو كان هناك فيديو أو كان هناك تعليق جديد، يعني أي نشاط جديد يكون عندي هنا، فأعرف ماذا وقع في المجموعات أو في الفرق التي أنتمي إليها، يعني مثل النوتيفيكاسيون في الواتساب، أي جديد أجده هنا. ثم عندنا هنا دردشة، هنا جميع الأشخاص الذين تحاورت معهم أو تراسلت معهم يكونون عندي هنا في دردشة، جميع الأشخاص الذين تبادلت معهم رسائل يكونون عندي هنا في هذه الخانة. هنا الفرق، بالنسبة للفرق فغالبا أن مدير المؤسسة هو الذي ينشئ الفريق، ثم أقوم بالدخول إليه كما تلاحظون، أو يمكن أن أنشئ أنا فريقا خاصا بي. إذن عندما أدخل إلى الفريق عندني إمكانية إضافة تلاميذ، إدارة الفريق، إضافة عضو جديد، مثلا أضغط هنا إضافة عضو جديد، يكفي أن أكتب الرقم الوطني للعضو للتلميذ فيصعد عندي التلميذ، مثلا يصعد عندي التلميذ، ثم أقوم بكتابة وإضافته إلى الفريق. إضافة عضو جديد أو مغادرة الفريق أو تحرير الفريق، يعني تغيير الاسم أو الصورة أو غير ذلك. الحصول على ارتباط للفريق، يعني رابط للفريق إذا أردت أن أرسله إلى شخص ما، ثم أو إذا أردت أن أحذف الفريق. هنا عندي إضافة قناة، يعني إضافة قناة داخل الفريق، مثلا عندي أنا فريق اللغة العربية، سوف هنا أريد أن أضيف قناة مثلا خاصة بالفيديوهات، أو مثلا قناة خاصة بالدروس الإسلامية، أو مثلا قناة خاصة مثلا بالنشاط العلمي، فأضيفها في مجموعتي وفي فريقي. إذن هذا الفريق الذي تم إنشاؤه. هنا عندي المنشورات، يعني جميع المنشورات التي نشرت في الفريق. وهنا عندي الملفات، يعني ملفات مثلا وورد أو بويربوينت، جميع الملفات التي أرسلتها للتلاميذ هنا يمكن أن أقوم بجديد، يعني إضافة ملف جديد وإرساله إلى الفريق، يمكن أن أقوم بتحميل ملف جديد، يمكن أن أنسخ رابط لدرس معين في الانترنت في موقع اخر، يمكن ان اقوم بتنزيل ملف جديد او اضافة تخزين عبر السحابة، يعني اضيف ملفات موجودة عندي هنا في
مايكروسوفت تيمز واقوم بتخزينها في السحابة. هنا عندي دفتر ملاحظات الصفوف، دفتر ملاحظات الصفوف يمكن ان انشئه لأدون جميع الملاحظات الخاصة بي، ويمكن للتلاميذ أيضا تدوين ملاحظاتهم وتبادل مجموعة من الأفكار في هذا الدفتر. الواجبات، الواجبات التي قمت بإرسالها للتلاميذ يمكن أن تكون امتحانات، يمكن أن تكون عبارة عن تمارين. هنا الدرجات، يعني الدرجات التي حصل عليها المتعلمون. هنا عندنا إضافة، يعني إذا أردت أن أضيف تطبيقا جديدا أو خاصية جديدة كما تلاحظون، يمكن أن أضيف اليوتيوب، يمكن أن أضيف الباوربوينت، يمكن أن أضيف الفورمز، يمكن أن أضيف الإكسل أو موقع ويب، مجموعة من الإضافات يمكن أن أضيفها هنا على قناتي. إذا سوف نعود إلى الفرق، طريقة إنشاء فريق. هنا عندي الانضمام أو إنشاء فريق، يمكن أن أنضم إلى فريق كما ترون هنا مجموعة من الفرق، يمكن أن أنضم إليها ذلك بالضغط عليها، بالضغط وتجدون أتمم الانضمام إلى الفريق أو إنشاء فريق، إنشاء فريق جديد. غالبا نقوم باختيار الصف، يعني مناقشات مشاريع المجموعات وتعيينات، يعني مع التلاميذ. هنا عندي غالبا مع بين الأساتذة فيما بينهم. هنا عندي فريق عمل مثلا بين المدير وباقي التلاميذ، وهنا عندي أندية، مجموعات الدراسة، وبعض أنشطة المؤسسة التعليمية. مثلا يقدر يكون النادي البيئي، النادي التربوي. غالبا يختار الأستاذ الصف، اختار مثلا المستوى مثلا السادس، المستوى عفوا المستوى السادس السادس. الوصف يمكن أن أصفه مثلا اللغة العربية، عربية، ثم التالي. أقوم هنا بكتابة رقم الوطني للطالب مثلا، ثم يصعد لي اسم الطالب وأقوم بالضغط عليه ثم حفظ. إذن هنا يتم إنشاء الفريق. تلاحظون هنا عندي تحميل موارد الفئات، وهنا البحث عن تعليمات أو تدريب. ثم نعود إلى الفرق الخاصة بنا، مثلا الفريق الخاص بي مثلا. هنا عندنا في الأسفل تلاحظون إذا أردت أن أبدأ الدردشة مع تلاميذي يمكن الكتابة هنا، هنا التراسل مع والدردشة مع الفريق. هنا عندي هذه الخانة، إذا أردت يعني مباشرة أن أقوم باجتماع أو درس مباشرة مع التلاميذ يمكن أن أبدأ الاجتماع من هنا، الاجتماع الآن، ثم يبدأ الاجتماع. وعندي مجموعة من الخصائص كما تلاحظون هنا، مثلا الاجتماع فهو بادئ. هنا عندي إذا أردت قطع المكالمة، هنا إخفاء المشاركين، هنا عندي إظهار المحادثات وهي الموجودة على اليسار كما تلاحظون، إظهار الملاحظات يعني الدردشة. هنا عندي المزيد من الإجراءات، هنا عندي المشاركة، مثلا هنا إذا أردت أن أشارك مثلا موضوع مكتوب عندي في الباوربوينت أو في الوورد، يعني أفتح الوورد ثم أضغط هنا فأشارك الموضوع مع التلاميذ، فأنا أقرأ والتلاميذ يشاهدون ما أقرأ. يعني يكفي أن أفتح البرنامج، مثلا النص موجود في الوورد أو الموضوع موجود في الباوربوينت، أفتحه ثم أقوم بالمشاركة فأشارك الموضوع والدرس مع التلاميذ. هنا عندي الصوت، هنا عندي إذا أردت أن أقوم بتشغيل يعني الكاميرا،
هنا عندي إذا أردت إضافة إرفاق مثلا ملفات وورد بويربوينت صور مجموعة من الخصائص أثناء تقديم الدرس عن بعد. كما يمكنني أن أضيف مثلا هنا اختبار أو امتحان قد أعددته من قبل، أو أضيف يعني واحد الرابط لفيديو في يوتيوب مثلا أضيفه من هنا. إذن هذه تتعلق بالدردشة، غالبا نستخدم الفيديو وإضافة الملفات من هنا الفرق. هنا بالنسبة للواجبات، الواجبات يعني التي قمت بتقديمها للمتعلمين، أختار المستوى ثم التالي، فأختار إنشاء مثلا الاختبار أو الواجب، الاختبار مثلا أو الواجب، فيمكن أن أستورده من الحاسوب الخاص بي. إضافة موارد، مثلا عندي واجب على شكل وورد مثلا، أو واجب على شكل فورمز، أو أقوم بإضافته وإرساله للطلاب. هنا عندنا تقويم، تقويم يعني مثلا استعمال الزمن الخاص بالأنشطة المرتقبة المستقبلية، سواء كان اجتماع سواء كان درس، أقوم بكتابته هنا. هنا عندي إذا أردت مثلا إضافة أن أضيف بعض الخاصيات هنا للصفحة الرئيسية، كإضافة ملفات مكالمات، يعني ما أضغط عليه فهو الذي يصعد عندي هنا كما تلاحظون. ملفات، جميع الملفات التي تبادلتها مع القسم الخاص بي. هنا البروفايل الخاص بي، مثلا إذا أردت تغيير اللغة أو تغيير اللون الميكروسوفت تيمز، الإعدادات مثلا كما تلاحظون مجموعة من الألوان أو الخلفيات المتاحة. نعم، بالنسبة للغة يمكن أن أختار الفرنسية أو العربية أو غير ذلك. أنا قد قمت باختيار اللغة العربية للشرح هنا، ويمكن تغييرها للغة الفرنسية مثلا. ونضغط على حفظ. ويتم تغيير اللغة. وشكرا جزيلا لكم.